يا فيونكا يا فيونكا، ما تحتاريش تلبسي الطرحه ازاي، تختاري نوع طرحتك ازاي، او عايزه تتحجمي بس رجل ورا ورجل قدام، تقدمي. هتتقدمي ليه؟ لان النهارده معانا ساره هشام هتقول لنا حاجات حلوه جدا عن الحجاب. الاول هنرحب بيها. ازيك يا ساره؟ ازيك؟ عامله ايه؟ منوراني، ميرسي يا فندم. بشوشه كده وجميله ولابسه حجاب جميل. ميرسي يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. قولي لي الاول، بداتي في المجال الحلو ده ازاي؟ هو احنا بادئين فيه من زمان قوي، يعني من 14 سنه تقريبا. وبدانا الاول يعني هو مش عارفه، هو انا كنت بحب يعني اشتغل في الاتش ار بوت. حلو. بس فبدانا الاول فتحنا ستور واحد، وجوزي معايا في المشروع يعني. بنحييه طبعا. بس وبعدين بقى الدنيا بدات بقى يعني تمشي، مشيت بقى الحمد لله. وبدانا نسوي. لقيتي نفسك بقى في المجال مع انه اكيد بعيد تماما عن دراستك طبعا. لا اكيد بعيد، انا تجاره انجلش. حلو جدا، ملوش اي علاقه. ده طبعا يخلينا نقول ان الموهبه بتوصلنا للحلم اللي احنا عايزينه. حلو جدا، ندخل بقى في الموضوع. طبعا انا من عشاق الطرح، بحب جدا ابقى مختلفه باستمرار. الانواع طبعا بتطلع ببقى مش عارفه ايه. قولي لي بقى الانواع اللي طالعه الموضه الجديده ايه، لان انا لو مسكت انا مش هسيبك تتكلمي، فانا هسيبك تتكلمي الاول. هو يعني بقى لنا كده 2 سيزونز الماسترد طالع موضه جدا، اللي هو الاصفر شويه. اوكي. نبيتي طبعا، الاوف وايت بالوانه يعني بدرجاته. حلو. البادي روز. بس هي دي الالوان اللي طالعه موضه. طيب غير بقى الموضه، القماش بقى، القميشه، اقطان ولا جل، ولا قولي لي ايه اللي طالع؟ هو في ماتيريالز كتير، في شيفون وفي ليكرا وفي قطن. في ناس بتحب، مش كله بيلبس حاجه واحده. يعني ما بعرفش البس شيفون خالص بجد. لا خالص. ممكن عشان بتلبسيها اللي هي زي انا ما بحطش دبابيس عامه، فما بعرفش البس. نفسي ابقى زيك. سهله خالص والله. انت الستايل بتاعك قمر والله، فظيعه. البندانه كمان لايقه عليكي جدا. مش كل الناس بتلاقي عليها البندانه دي، صح؟ هي مش عارفه يعني، بس هي كل الناس اللي بتاخدها مبسوطه منها، لان هي بتغير مريحه وبتدي لوك، بتغير اللايرز كده، دي بتدي شكل بالزبط. مختلف شويه. بس فطبعا في ايفنتس يعني في حاجات ممكن نلبس عليها شيفون، وفي حاجات ممكن نلبس عليها القطن، مش كله يتلبس في كل الاوقات. طب اديني شويه نصايح بقى، لو انا نازله اعمل ايه او اجيب ايه، اشتري ايه؟ يعني لو انا مثلا بحب الطرح، لان انا بعشق الطرح، لو انا داخله ولاقيه كل ده قدامي، يعني حددي لي اعمل ايه. هو حسب اللبس يعني. هو لو اللبس مثلا ساده، اكيد هنلبس طرحه مشجره. اوكي. لو اللبس مشجر هنلبس طرحه سيده. ممكن زي ما انا لابسه بنطلون مشجر البس طرحه سيده. ممكن البس لو البنطلون مقلم سيده برضو. انا ساعات بقى في غلطه غريبه، مقلم يبقى مقلم، منقط يبقى منقط. بصي يعني ممكن يبقى حلو يعني، بس بيبقى تو ماتش، ممكن يبقى مختلف. يعني حسب ما يعني اللبس في الاخر اوفرول طلع شكله ايه. اوكي. طيب في لو انا مثلا خامه معينه ما تنفعش مع الطقم خالص، ابقى بوظت اللوك بتاعي. بالظبط. اديني بقى الحته دي. يعني مثلا رايحه كاتب كتاب فرح، ما ينفعش البس قطن خالص. هتقول لا شيفون ستان بس. اوكي. طب لو حد بقى ما بيحبش الستان يخلينا في الشيفون. بالظبط. اوكي. وفي قماشه كده اللي هي دي، مش عارفه دي رائعه، دي في اللبس على الوش تحفه. هي طيب نبتدي بقى نفرج كده جمهورنا الجميل والفيونكات القطاقيط دي يا جماعه تحفه، بتصغر الوش جدا. بالزبط. صح كده. بس لو حد وشه صغير ما يلبسهاش ولا لا؟ لا لا مش هتفرق. لا لا مش هتفرق. مجرد برضو لو لبس باندانا هي بتكبر الوش شويه، بتدي فوليوم كده شويه. بالظبط. بصي هي غريبه هي طريقه اللبس. يا بتخليها ترفع يا بيخليها تسخن حسب الوش. بس هي حلوه قوي في اللبس. انا جربت بصراحه النوع ده حلو جدا. هي دي شيفون بقى ليكرا، يعني مش زي الشيفون الخفيف. يعني حتى يعني انا مثلا ما بعرفش البس شيفون، هعرف البسها. لان هي مجرد برضو احطها كده وارميها لورا خلاص هي ثابته. حلو جدا. دي طالعه موضه. طب في منها لو طبعا دي سواري يعني. لسه كنت هقول لك في منها لو مش سواري، صح؟ في كل الالوان. كل الالوان. حلو. طب دي بما انها موضه، الالوان بتاعتها ايه الواو اللي انت حاسه برضو درجات اللي هي الكشمو بيتقال عليه كشمير كله. كي. درجاته الروزات يعني. الروزات كلها. الكافيهات، الاوف وايت، النبيتي، الماستر، نفس الالوان.
يعني انا مش قادره استنى حقيقي مش قادره استنى. دي يعني بحبها جدا. ممكن تحكي لي شويه عنها؟ يعني حاولي تكلميني. دي طبعا سواريه خالص وهميه فظيعه. انا ممكن يعني البس طقم ساده خالص والبس طقم مفيش اي مشكله خالص. هي يعني is very elegant وشيك وسيمبل في نفس الوقت، بالرغم ان هي فيها سيكونس كتير بس هي بس مشيكها بالزبط. وفي نفس الوقت هي هاديه جدا بالزبط. الحلو فيها كمان ان احنا مش طالعين بالتطريز لا. كل الطرحه تحسي ان الدنيا مهرجان صغيره خالص تنزل كده على الدريس او على الاوتفيت يعني. بس انا موافقه ان انا البسها لوحدها. ممكن برضو يعني ممكن بس تبقى حاجه خروجه مثلا بالظبط. يعني اقصد ان لو انتم مش جاهزين بطقم ممكن جدا السكارف يعمل طقم حلو هو جدا. عامه بالظبط يعني ممكن ما يبقاش فعلا عندي لبس والبس اي لبس، مجرد الطرحه بغيرها هي اللي بتغير شكل الاوتفيت وتديهولي كلاسيك وتديهولي كاجوال بالظبط كده. طيب قولي لي بقى، انا دلوقتي مثلا انا كمروه ساعات ببقى جايبه طرحه بطلع عليها طقم. تمام بالظبط. ده انت مقتنعه بالفكره دي بما ان ده مجالك بقى؟ طبعا. طب قولي لي بقى، يعني عادي انا ممكن الطرحه دي ايوه اجيبها عشان هي عجبتني الوانها اوكي كلرفول وحلوه، انا بقى هظبط لها لبس صح اي حاجه مع ان انا لو ابيض أنا في اسود جينز في بيج في اي لون هيمشي. إيه اللي انا اقصده بقى من الحركه دي ان انا ساعات ببقى مش قادره يعني اعمل ايماجينيشن للطقم، إيه ان هو ممكن اقول لا 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 ازاي هلبس الاورانج على الازرق ممكن يبقى كتير وبتاع، لكن ممكن الطرحه هي اللي تجرأني ان انا البس الطقم ده. بالظبط. هو احنا بنختار الطرح اللي بتعجبنا وبعد ما بجيبها البيت ببدا بقى اظبط لها الاوتفيت. بس انت من الناس اللي بتحب تجيب الطرح لو عجباني ولا ابقى نازله بالطقم؟ لا الطرح عجباني بتهيألي كل المحجبين بقوا كده يعني الطرح بقوا كده يعني بتهيألي يعني احنا بنشتري الطرح اكتر من اللبس لان هي اللي بتغير اللبس. يعني ممكن نفس اللبس يعني ده مثلا حطيتي له طرحه ثانيه بقى حاجه ثانيه خالص بالظبط كده، طرحه ثالثه بقى شكل ثاني خالص. بس معانا طبعا احنا محضرين شويه صور للشغل بتاعك النهارده، لو جاهزه يا جماعه معانا نتفرج عليها حالا. تسلموا. عاجبني كمان ان انت مهتمه بالطقم كله، مهتمه باللوك كامل بالزبط. علشان توظفي الطرحه صح بالظبط عشان اوظف عشان اوري كمان في ناس في بنات بقى محجبه جديد او محجبين مش جديد تعمل مش عارفين يلبسوا او مش عايزين افكار. فانا بدي افكار اللبس كامل والطرحه بقى عليه يعني. بس حتى مش بحب اصور سكارف لوحده ما بيبقاش مفهوم خالص. ليه؟ لان انت ممكن تكوني ملهمتي يعني انت ممكن تلهميني بحاجه. انا بدي احط هم يعني احنا بننزل لبس يعني هم الكلاينتس بيبقوا بيعملوا لبسه زي برافو عليكي كله من فوق لتحت بالسكارف كل حاجه. حلو جدا. قولي لي بقى، احنا بنستورد ولا بنصدر ولا بنصنع ولا بنعمل ايه بالظبط؟ هو احنا اكشلي بنستورد وبنصنع الاثنين. اوكي. بس بدانا الاول بالاستيراد. اوكي. لغايه تعويم الجنيه والاستيراد غالي جدا فموجود متاح. المشكله اللي بقت نعمه علينا يعني في الاول ناس كتير جدا خافت من عدم الاستيراد والاستيراد اتقفل وكانت حاسين ان في بيوت يعني الاول حسينا بمشكله وخوفنا بس بالزبط. هي الحركه دي اللي فعلا خلت الشعب المصري كله يتحرك ويصنع. لانه هنعمل ايه بالظبط؟ هنجيب الطرحه هتتباع بكام؟ ب 1000 جنيه مش هتتباع ب 1000 جنيه غاليه جدا بالزبط. فاضطرينا ان احنا نلجأ للتصنيع وبالفعل هو ده دلوقتي احنا بنصنع كل يعني تقريبا بنسبه 80% من الشغل احنا بنصنعه افكار والتقفيل وكل حاجه. والله طلعنا شغل حلو جدا. والله فعلا. طب ايه من هنا تصنيع؟ انا شايفه في حاجات فيها لولي وكده. ده تصنيع اللي عجباني. دي تصنيع؟ ده تصنيع. حلو جدا. هاتي. طب دي تصنيع. الماتيريال حلو كل جدا. كل ده تصنيع. بصي انا بعشق بقى الحركات يعني. بصي هتلاقيني داخله في 100 موضوع. الموضوع حلو. الموضوع هي طرحها حلوه. طب اعمل ايه؟ ربنا يخليك. بصوا الفكره دي تحفه جدا. ان احنا نشتري النص ساده والنص في اي فكره بقى، منقط كارو مقلم واتيفر كتير جدا بقى. في رسومات كتير جدا وفي كمان ثلاث شرايح مش اتنين. في منها هنا صح؟ في 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 انا دعبست وعرفت. بصوا يا جماعه يعني احنا ممكن طبعا هيزعقوا لي دلوقتي عشان انا هخبط في المايك بس انا هم ان شاء الله مش هيزعقوا لي كتير. يعني ممكن تلبس كده من ناحيه السيده. انا طبعا مش شايفاني فانتوا ايه مظبوطه؟ تمام. بصوا ممكن كده. اوكي اهي بس.
الطرحه دي جميله قمر اهي، ابين الاسود اكتر لو انا عايزه الطرحه تبقى سودة، واقلب الطرحه تبقى لون تاني، فيعني اتنين في واحد. ايوه. الافكار دي حلوه جدا. طب قولي لي لو انا عايزه البس مثلا النوع ده وعايزاه مثلا ما احطش دبوس، سهل برضو صح؟ سهل جدا زي ما انت عملتي كده، بس هنحطها كده اهو. بس اعتقد هتبقى عايزه البندانا دي. لا لازم من تحت حاجه قطن عشان تمسكها. تمسكها. طيب قولي لي بقى، طبعا انا برضو عاجبني قوي دي انت عاملاها؟ دي زي ما طب ليه كده؟ بعدين يا جماعه ده مصري وكل حاجه مصري. طب حلو جدا. انا عاجبني بقى حاجه حلوه قوي، لان انا يعني حقيقه مش بحب القطن يعني. بالزبط. كلنا على فكره ما بنحبوش، بالذات اللي في النص ده خلاص بقى تراديشنال كل الناس لابساه. بالظبط. هو انتشر بالزياده. فانا عاجبني بقى ان انت رحتي عامله هو عملي جدا. الشيك دي هو عملي جدا. وبيتلبس بسرعه. بالزبط. وطري جدا ومش بيحر وكل حاجه. فانا فكرت بقى نعمله في مرايه يا جماعه عشان اظبط نفسي. مظبوطه صح؟ مظبوطه والله. اخدع الطرح بسرعه. انا بقى فكرت الفكره دي ان هي خليته بقى شكله مختلف ويونيك. لايقه عليا. طريه وحلوه. بس دي عملت حاجه تانية خالص يعني. خالص. ودت الطرحه في مكان تاني. صح كده خالص. طب انا عندي فكره حلوه، احنا ممكن نعيد تاهيل الطرح القديمه اللي عندنا. ونحط لها بالزبط. مثلا انا عندي طرح قديمه بجيب ده الساده وبقطعه واحط فيها من تحت طرحة تانية خالص. بصوا يا جماعه شغلوا دماغكم والله، الموضوع حلو جدا. لان في بنات بتبقى بتقول لك لا اصل الحجاب صعب وهقدر اعمل الحجاب ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي محتاره ونازله علشان اشتري طرحه، جيت لك المكان بتعملي ايه؟ خصوصا ان انت لو انا داخله عليكي انت ما شاء الله قبولك موجود، ستايلك جميل وعاجبني، فانا داخله هبقى واثقه فيكي لو انا مثلا رايحه لك وعايزه اغير اعمل نيو لوك. هو احنا مبدئيا بيبقى عندنا ستاف في المحل متدرب ان هو كلاينت لما بيجي بنساعده ازاي. اوكي. في ناس ما بتطلب بيبقى مش عايزه المساعده ما بنساعدهاش، في ناس بتبقى عايزه المساعده بنبدا بقى معاهم نشوف اللبس يعني بيخرجوا من المحل مبسوطين طالعين كل هم عايزينه. وفي ناس فعلا بتبقى مش عارفه تليق الطرحه تعمل ماتشنج للطرحه مع اللبس. احنا الستاف عندنا هم بيبقوا مدربين. في ناس عندها اعمى الوان. على فكره انا كنت بحسبها هزار. دي حقيقه. دي حقيقه. دي حقيقه. وعلى فكره في الوان بتختلف من النور الابيض للنور الاصفر. وبتحصل وكنتش مصدقه ويعني. طب الصح نختار على النور الابيض ولا الابيض؟ الابيض. لا انا عارفه. لا الابيض الابيض، عشان احنا كل الستور الويدنج والحاجه والميك اب ارتست والحاجات دي بتبقى ابيض. فواضح ان الابيض هو اللي بيبين اللون الصح. طب لو انا بقى عندي عمل وين برضه هتقدري تساعديني صح؟ لا ما تخافيش اي حد بجد. لا من فعلا يعني ما نسيبش الكلاينت غير ما يكون هو خارج مبسوط واخد كل حاجته، وفعلا بيبقوا مبسوطين لان احنا ساعدناهم ان هم يلاقوا الطرحه مناسبه على اللبس وفاشن، وبيبقوا يعني والطرحه كمان تبقى يونيك مش موجوده مش منتشره. ما هو ده اللي انا ملاحظاه طبعا. يعني عشان انت كده اكيد منورانا النهارده. وكمان من لوك الصور دلوقتي، الصور معانا يا جماعه ولا لسه؟ حالا. طيب دلوقتي مثلا انا عندي طقم عايزه اجدده. طيب. طبيعي جدا ان انا بالطرحه اقدر اجدده. اديني شويه نصايح بقى يعني اعمل ايه. هو ممكن اجدده بالطرحه وبحاجات تانية يعني. جميل. زي لبس. طبعا الصور جاهزه اهي معانا دلوقتي، طبعا هنشوف اللوك الفظيع اللي انت عامله بصراحه. البنات كمان بشوشه جدا اكيد يعني، هي بتختار نفس الستايل بتاعها. لا يعني بجد الذوق كله على بعض عطاني احساس. لو الطرحه تركي فهي اللوك تركي، لو اللي انت قصدك البندانا فمشيكاها قوي فعطيكي. بنعمل فوكسنج على الحاجه يعني، لو عايزه اعمل فوكس على الطرحه دي بكده هعمل فوكسنج مع كل حاجه، بس انا هعرف ان انا اعمل فوكس عليها. لو باندانا نفس الكلام. حلو جدا. عاجبني كمان ان انت مثلا لو الطقم غامق زي الصور اللي قدامنا، الطرحه منطقه الدنيا تماما رايحه في حته ثانيه خالص. ملاحظه الجرأه في الالوان. يعني ممكن حد يبقى لا ازاي الطرحه دي لايقه. لا لايقه جدا ومختلفه تماما. بالظبط. هو انا مش بعترف يعني في الوان بتبقى ترندي وفاشن، بس بس هو يعني انا بحب ان انا امشي بالالوان المطرقعه الجريئه اللي هي مش مهم تبقى موضه، بس هي ممكن تبقى
ماشي على اللبس وغيرت اللبس وشكله شيك خلاص. انا مش بتاعت موضه. اه بالظبط. انا كمان؟ فعلا اه لا انا يعني ضد ان انا امشي عشان هو اللون ده موضه خلاص انا همشي بقى وراه. لا انا هشوف اصل كده هلاقي الدولاب كله نفس اللون. بالظبط. مش منطقي خالص. لا خالص انا بشوف الطرحه العجباني وانا بحاول بقى انا اظبط لها الاوتفيت بقى ريجاردلس بقى هي موضه مش موضه بس هي الطرحه حلوه. بس لا حلو الستايل فظيع جدا الصور مختلفه تماما. انا اخده بالي ان انت حتى يعني مختاره الديكوريشن مع الطقم يعني بجد برافو عليكي جدا. الافكار كتير دماغك مختلفه في التصاميم. انت اللي بتختاري التصاميم دي بنفسك؟ انا بختارها انا وجوزي مع بعض. انا والله العظيم بحيي جوزك جدا على ان المجال ممكن ناس تقول لا ده لبس طرح والرجاله ما بتعرفش قوي في المواضيع. لا لكن في ناس بارعين ومطلعين شغل حلو جدا. بيديكي افكار ولا في الماركتينج مثلا او لا 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 بيديني افكار وانا طبعا يعني ما بقتش بقى بسافر معاه زي زمان عشان البيت والولاد وكده فهو بقى يعني اكتر مني كمان يعني هو خلاص بقى هو اللي بيسافر كل شهر شهرين. انا بديله الافكار بتاعه الحاجه وهو بقى بيساعدني فيها. لا اللون ده ماشي مش ماشي حلوه مش حلوه مع بعض يعني هم كل حاجه بنعملها مع بعض. ربنا يخليكم لبعض وتطلعوا لنا شغل حلو قوي كده. في قسم تاني بقى انا من برضو من عشاقه. انا الفقره كلها انتوا عارفين ان انا بحب الموضوع ده جدا. انت مسهله علينا الدنيا قوي بالحركات المكمله للحجاب. دي تعتبر باندانا. في بنات ما عندهمش شعر طويل او ما عندهمش شعر مثلا مش عارفه تعمل اللي هي الحركه الفوليوم اللي في الطرحه من ورا فبالتالي انت عامله لنا الورده القمر دي. بالظبط. طيب جبتي الفكره الاختراع دي منين؟ هي فكرة اصلا تركي. بس الاتراك ده الستايل التركي. ده الستايل التركي بس الاتراك بيعملوها هنا كده فوق. بس احنا بتطول الوش وبتبقى لا 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 صعبه قوي. فاحنا قعدنا بقى فكرنا ان هي تبقى تحت كده وحاجه بسيطه تدي بس فوليوم. على فكره مش شرط حد شعره تقيل طويل ملهاش علاقه. هي ليها علاقه انه الطرحه ساعات بتشد فانت من هنا بيبان انه نازله ستريت كده بتبقى شكلها حلو. بالظبط ما بتبقاش حلوه. فدي عملناها ان هي في نفس الوقت هنا بنيه تربن باينه يعني وورا هتدي شكل بسيط للفوليوم يعني. في ناس كمان كانت بتستخدم الفكره دي في توكه من ورا وكانت توكه بتبقى ساعات بتقع وبتبقى بالزبط. لكن كده هي مش ماسكه جدا خلص. دي نوع البندانا اللي انت لابساها طبعا بالزبط. دي حلوه جدا. دي لايرز هي طبقات كده فوق بعض عجباني موت. برده بتدي شكل مختلف شويه للسكارف وللاوت كل حاجه. برافو عليكي حلوه قوي ولايقه عليكي قوي للمره الثانيه ما شاء الله. طبعا اختراع من الاختراعات برضو الجميله جدا. اختراع ده دول ثلاث حاجات هما قمر ولا بدل ما نلبس شيء. بصوا يا جماعه بصوا انا هفهمكم بنعمل ايه بس من غير ما نخبط اهو يا جماعه اهو بالظبط ده الاختراع النهارده. بالظبط بدل ما البس شميز كامل ويكلكع من تحت ومش عارفه اودي فين بقيته احنا اللي عايز يبين كولر بس من هنا عملنا البيس دي علشان هي تبان بس اللي هنا بس الحته دي. طيب احنا دلوقتي في برضه عملنا السكيرت بتاعتها اكستنشن دي علشان حد عايز يطول. دي بتتلبس زي السكيرت عاديه لبس بينزل عليها. اوكي بقت شكل شميز بدل برضو ما البس شميز من فوق وكم وانا مش عايزه البس بيكلكع وبيحر لو الدنيا حر بقى وكلكع والكلام ده. نفس الكلام في السليف. دول ليهم صور معانا يا جماعه برضو لو موجوده في اللبس برضو هتبقى لو موجوده معانا دلوقتي عشان نفهمهم اكتر طريقه اللبس. ده بقى تحفه يعني ده اختراع طبعا بجد اختراع. بجد بجد اختراع لان احنا في العادي ان احنا لو مثلا انا لابسه البليزر بكم هبقى مكسله قوي البس كم على كم حر وكلكع وبيتخن وحاجات خنيقه كده. فانا الاختراع العظيم ده كمان الحلو كمان الصور معانا اهي دلوقتي. الحلو كمان ان انا مثلا لو عايزه اللون ده يبقى غريب فممكن ساعات ابقى مكسله اشتري مثلا لون فوشيا ولا لون بينك ولا لا ما انا ممكن اجيبه معصم كده قمر كده وهيبقى باين ان هو شكله حلو جدا. بالزبط. وفي نفس الوقت انا كده يعني ما كلكعتش نفسي. بالظبط. وفي ناس ما بتحبش الكم الضيق اللي هو العادي وده بيبقى شكله اشيك يعني من الكم اللي هو الضيق وفي زيه كم كاتن كده عادي. ده برضو طب معانا كده ده نفس الفكره برضو هو ده بيجي لغايه هنا كده هي عشان برضو ما نكلكعش وما نتحرش. هو كله حاجات ان احنا تو افويد ان احنا نكلكع ويبقى في حاجات كتير باينه وفي حاجات داخله كده وداخله كده بحاول ان احنا نخلي شكل الحجاب حلو. برافو عليكي. بس
بجد نورتيني النهارده ومبسوطه بيكي جدا. هنجهز نيو كولكشن للشتاء ونطلع نشوف كده ايه الاخبار تاني. بجد شكرا ليكي. يا رب تكون فقرتنا عجبتكم وتابعوها بقى وابعتوا لها وزهقوها على البيج بتاعتها هتلاقيها نزلت دلوقتي. ويلا بينا دلوقتي نكمل فقرات فيونكا وبيبيون ونتفرج على فقره مهمه جدا لكل فيونكا دلوقتي عشان تعرفي ان انا معاكي في كل حاجه انت بتبوظيها انا بصلحها لك. يلا نتفرج.